شوكولاتة ما شاء الله عليها، الله أكبر. بجد حلوة جدا. جبت طبق عندي كده خرج فيه الشوكولاتة، بصوا قد ايه جميلة، حلوة جدا جدا. بجد عايزة يعني مليون لايك وجربوها، بجد هتدعولي، مش هتشتروا خالص من بره الشوكولاتة اهو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة حبايبي. وحشتوني من الفيديو اللي فات، وبشكر كل حبايب يوميات دودو، بشكركم جدا. تعالوا نسمي بسم الله ونشوف النهاردة هنعمل مع بعض ايه. هنعمل مع بعض الشوكولاتة البيضاء. احنا كنا عملنا الشوكولاتة اللي هي الخام اللي هي الغامقة، بجد النتيجة بتاعتها كانت مبهرة، وفي ناس جربتها عجبتها جدا وطلبت مني اللي هي الشوكولاتة البيضاء. سهلة جدا، ومقاديرها ان شاء الله تكون متوفرة في كل بيت. هنبتدي بقى بنقول بسم الله ونشوف المقادير اللي معايا ازاي، وهعملها باسهل وابسط طريقة ازاي. لو انت اول مرة تشوفي قناتي فضل وليس امر، اشتركي معايا في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وعايزة احلى لايك عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. عايزة سبسكرايب للقناة وشير، وتعالوا بقى نسمي بسم الله ونشوف هنعمل ايه. انا معايا كل المقادير معيار واحد او مقدار واحد. انا معايا كوباية من السكر البودر، ومعايا كوباية من اللبن البودر، وكوباية زبدة، والزبدة هنا ممكن تستخدمي اي نوع سمنة بس ما يكونش زيت. الزيت ما ينفعش خالص في انواع الشوكولاتات، اي نوع زبدة او اي نوع سمنة تمشي معاكي حلو جدا. ولازما زي ما قلت لكم المقدار يكون واحد. تعالوا بقى كده نجيب بولة ونقول بسم الله ونشتغل على طول، مش هتاخد منا اي حاجة. جبت كده البولة ونقول بسم الله، هنزل بكوباية السكر وكوباية اللبن، وهبتدي اجيب المضرب وهدمج كويس جدا اللبن مع السكر. دي خطوة اساسية، تضربي كويس جدا او تدمجي السكر مع اللبن البودر. وزي ما قلت لكم تقدري تقللي الكمية، وتقدري كمان تضعفيها. الشوكولاتة البيضة اللي احنا هنعملها النهاردة ممكن تعمليها وتعينيها عندك. انا جايبة هنا عندي القوالب اللي انا عملت فيها قبل كده الشوكولاتة اللي هي الغامقة. انت ممكن تستخدمي القوالب بتاع علب التلج بتاع التلاجة، طبعا كلنا عندنا. عايزة احلى لايك للشوكولاتة النهاردة، بجد حلوة جدا وخطيرة. واساسي بقى يكون معايا الزبدة او السمنة تكون سخنة، ما تكونش باردة، لا تكون سخنة شوية او دافية شوية. بسم الله، شوية بشوية وتدمجي اهو. ما شاء الله هي من قبل حاجة بتمسك عندي اهو، ان شاء الله محد حوش. طبعا انا بعمل الحاجة في البيت لولادي، بحب ازود القيمة الغذائية، يعني مثلا بدل ما بستخدم السمنة لا استخدم الزبدة. عندي الشوكولاتة ما شاء الله عليها، انا عم بس كويس جدا كل المقادير كده اهي. تدمجي كويس جدا كده. اللي ما شافش الفيديو بتاع الشوكولاتة الغامقة يشوفها، لان بجد الفيديو حلو جدا وهيفيدكم في اي، يعني ممكن نستخدمها زي ما بقول لكم للاكل، وممكن نستخدمها ان احنا نعملها على حمام بخار، ونستخدمها في اي حشوات او في اي تزيين. وكل سنة وانتم طيبين، احنا داخلين على راس السنة وفي ناس كتير بتعمل حلويات وعيد المسيحيين، كل سنة وهم طيبين. برضو الشوكولاتة الغامقة والشوكولاتة البيضة بنبقى بنستخدمهم، وطبعا انتوا عارفين بيبقى غاليين قد ايه. لكن السكر ده انا طحناه على ايديا
والزبدة اي نوع سمنة مش لازما، وبخمسة جنيه لبن لبن بودرة، وعملتي احلى شوية يبقى اتكلفتي تمن اللبن البودرة بس والسكر طبعا. عندنا عندي كده الشوكولاتة ما شاء الله، اهم حاجة تدمجيها كويس جدا كده عشان تبقى ناعمة معاكي. هبتدي بقى هجيب معلقة واصب في القوالب عشان مش سايلة قوي، هو ده القوام اللي انا عايزاه. انا شلت عندي كده المضرب وجبت معلقة صغيرة، بسم الله هي والله تتصب، بس انا مش هجاسف عشان ما تبهدلش معايا السيليكون. على فكرة السيليكون ده مش غالي خالص، الواحدة تقريبا عاملة 15 جنيه او 20 جنيه اهو. بسم الله ببساطة وبسهولة، بس اهم حاجة ما تستنيش لما السمنة عندك تجمد، عشان عندي يعتبر مادة الربط هنا الزبدة اهو بالراحة خالص. ولو عايزة طبعا تحشيها فول سوداني، فستق، لوز، اي حاجة ممكن عادي خالص تحشيها. عايزة احلى لايك للشوكولاتة البسيطة الجميلة اللي هتعمليها وتدعيلي عليها بجد اهو. بصوا انا شغالة بالراحة خالص خالص، انا مش هحشيها، انا هخليها كده سادة. ياريت لو انت لسه ما شفتيش الفيديو بتاع الشوكولاتة الغامقة شوفيه، لان حلو جدا ممكن ينفعك في اي طرط او اي كب كيك تعمليه لراس السنة، وبرضو مش مكلف خالص. اي زوايد بقى مش مشكلة، ممكن تمسحها بمنديل او اي حاجة. عاملة بقى عندي الكب كيك التاني، عندي ورق الشجر ده برضو حلو جدا اهو. بص هو عمال الشوكولاتة عامة ما بتبقاش متعبة خالص، بتبقى كده مسلية زي اكلها بالظبط، حبة صغيرين كده اهو. بتعامل بحرص مش عايزة اعمل بسرعة عشان الدنيا عندي ما تبص اهو، حبة صغيرين كده بحبة صغيرين، وتصبي القوالب عندك. وممكن لو عندك علبة بلاستيك بتمسكيها بس تخبطيها خبطتين كده اهي. واجيب بقى التاني، ورق الشجر ده برضو بيبقى حلو جدا. هكمل انا بقى القالب ده عشان مطولش عليكم في الفيديو، وهدخلها التلاجة هنشوفها الاول لما اخلصها واقول لكم هنعمل ايه. مالك كده القالب التاني اهو، واتبقى كمان عندي ما شاء الله حبة اهو. هجيب بقى اي قالب عندك كده مثلا وتستخدميها لايه، ان انت بقى تستخدميها لاي مثلا تورتايه لكب كيك. بصوا على طول ما شاء الله عليها بتمسك وتبقى جميله جدا اهي. برضو هدخلها التلاجة، لو انت مستعجله هتدخليها الفريزر، لو انت عندك وقت على اللي انت هتعمليه ممكن تدخليها التلاجة عادي خالص. هدخلهم بقى ونشوفهم ان شاء الله لما تجمد معايا. بصوا ما شاء الله ابتدت الشوكولاته تجمد وقوامها يتقل معايا. طلعت عندي كده الشوكولاته ما شاء الله جمدت وبقت زي الفل. تعالي نسمي بسم الله ونبتدي نخرج الشوكولاته ما شاء الله عليها، الله اكبر اهي بجد حلوه جدا. جبت طبق عندي كده
اتخرج فيه الشوكولاته. بصوا قد ايه جميله، حلوه جدا جدا اهو بجد. عايزه يعني مليون لايك وجربوها بجد، هتدعولي مش هتشتروا خالص من بره الشوكولاته اهو، بجد تحفة حلوة جدا جدا يعني اهي. ما شاء الله انا دخلتها بس التلاجة، ما دخلتهاش الفليزر، ما شاء الله متماسكة جدا جدا جدا. ما خدتش معايا ساعتين ثلاثة في التلاجة، لان هي ما شاء الله بتمسك على طول. خطيرة خطيرة اهو. خلص بقى الكمية اللي معايا ونشوف الشكل كله لما تخرج. حلو قوي النقط اللي هو عمال بيقع ده، حلو جدا. تعالي نشوف بقى ورق الشجر. هو الحلو في السيليكون انه بيطلعها معاك سهله جدا اهي. ما شاء الله طالعه، الله اكبر عليها، حلوه جدا. تعمليها لولادك احسن من ما تشتريها غالية، وكمان فيها مواد حافظة وما نعرفش هما بيضيفوا عليها ايه. بجد ما تفرقش خالص عن اللي بره. خلصت معاكم الكمية، مش لازم أن افصل اهو. هي الشوكولاتة بصراحة بتبقى ممتعة. تعالوا بقى نخبطه خبطتين كده عشان اخرجه ونشوفه. ما شاء الله هو من غير، بصوا جميل جدا الشوكولاتة دي ولا مش شوكولاتة. يا ربي يا حبايبي الفيديو ينال اعجابكم، وجربوا الشوكولاتة وتعملوا شير عشان كل اصدقائكم وحبايبكم يستفيدوا. وسلام عليكم.